موجز الأهم الأنباء، أهلا وسهلا بكم. أعلن المجلس الأعلى للدولة الأحد عن وصول رئيسه خالد المشري والوفد المرافق له للمشاركة في أمال مؤتمر باليرمو. وبحسب المكتب الإعلامي فقد أعرب المشري عن أمله في أن تسهم اللقاءات في مؤتمر باليرمو في تقريب وجهات النظر والاتفاق على إنهاء الانقسام في ليبيا وفق قوله. وأكد رئيس مجلس الدولة بأنهم سيبذلون الجهود للمضي نحو نقاط توافق تجتمع عليها الأطراف المشاركة، داعيا كل الأطراف إلى انتهاز هذه الفرصة للوصول إلى توافق وطني يخرج البلاد من محنتها، مؤكدا في الوقت ذاته أن الضامن لنجاح أي مبادرة هو التزام الأطراف الليبية بالتنفيذ. اعتبرت صحيفة الجورنال الإيطالية غياب رؤساء الدول الكبرى عن مؤتمر باليرمو حول ليبيا نصف فشل إن لم يكن فشلا كاملا وفق قوله. وقالت الصحيفة الإيطالية في تقرير لها الأحد أن الرئيسين الأمريكي والروسي لن يرسلا وزراء الخارجية لحضور المؤتمر، مشيرة إلى أن مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغادونروف هو من سيمثل بلاده في المؤتمر. وأكدت الجورنالي أن رئيس الوزراء الإيطالي قد دعا في وقت متأخر من ليلة السبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إقناع خليفة حفتر لحضور مؤتمر باليرمو بعد اعتذاره عن الحضور، مضيفة بأن كونت يأمل في حضور السيسي للمؤتمر كونه ورقة ضغط على حفتر. أقرت المؤسسة الليبية للاستثمار الأحد بوقوع عمليات تحويل من فوائد الأموال الليبية المجمدة ببلجيكا بعد نفيها لذلك في وقت سابق. وأشارت المؤسسة في بيان لها إلا أنه في جميع الأحوال فأن الوقائع المتعلقة بالتحويلات المالية المشار إليها تمت في وقت سبق تعيين مجلس إدارة المؤسسة الحالية من قبل الحكومة المقترحة، مشيرة إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية من الحسابات المالية للمؤسسة بمصرف يورو كلير منذ نهاية شهر أكتوبر 2017. وأوضحت المؤسسة أن استنتاجات فريق الخبراء بالأمم المتحدة حول التصرف بالفوائد وعوائد الأرصدة المجمدة هي استنتاجات خاطئة، مؤكدة التزامها بنظام العقوبات المفروض من مجلس الأمن. أكدت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أنباء عن صدور إحصائية رسمية لتزوير الأرقام الوطنية عارية عن الصحة. وأفادت رئاسة المصلحة أن الأعمال تسير على قدم وساق لتطوير منظومات الأحوال المدنية، مشيرة أن ذلك التطوير جاء لمواكبة الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على استخراج مستنداتهم الشخصية لإتمام الإجراءات المصرفية وغيرها من متطلبات لبعض القطاعات الخدمية. يشار أن بعض وسائل الإعلام تداولت أنباء عن إصدار المصلحة لبيانات رسمية بشأن إحصائيات لتزوير الأرقام الوطنية. ختام الموجز، إلى اللقاء.